قبل ما تضيف خانة الموارد الجديد دوت، لو حابب تجيب البرواز ده بتشال المنظر دوت. بعد كده بتضيف المورد الجديد اللي هو بتاع 22، لا 22 ده مكرر، هيبقى 23. 22 هيبقى 23، هناخده منه نسخ. بعد كده وهنقول له هيبقى بتاع 23، اللي هو ياخد كويري 23 ويتزق بهذا الشكل. يبقى هنا ايه، في فلترة عايز نشيلها. الحتة اللي هي بتاعت دي تشال عشان يقدر يجيب لك المورد استخدام كو يبدأ من كام. رقم التلقائي اخر حاجة المورد. الخانة دي اللي هو البرواز بتاعها بيتشال، هنشيل البرواز. يبقى كده انتهينا من عملية إضافة الرقم التلقائي لكل الموردين والعملاء. طيب، هو عامة الصورة مش منتظمة دلوقتي، احنا مؤقتا كده هنمشي الحل ده مؤقت لحد ما ايه هنعمل لها حاجة أفضل من كده كتير، بس عشان مفيش وقت، عشان في حاجات كتير مطلوبة مننا. مثلا هنا 6 وهنا مثلا 150. ده كده لوك. بتيجي هنا عند تيبل 2 بتلاقي كل حاجة اتضافت اهي، ونبدأ نعمل ايه تسلسل الحركة الرقم التلقائي ل بقية الإضافات الأخيرة بتاعة الموردين والعملاء. زي دوت مثلا، يبقى الكود التلقائي يبدأ من طبقا الرقم اللي احنا ضفناه، زي احنا عملناه في الألمن. بعد كده احنا هنبتدي بقى نحط الكود التلقائي يبدأ من رقم حسب الادخال اللي احنا دخلناه قبل كده. يبقى هنا هنستخدم حاجة اسمها دي لوك اب. دي لوك اب علشان نقدر نجيب لنا الرقم اللي موجود هنا. طب ده مرتبط بده طبعا، ده مرتبط بدوت اللي هو 19، ان هو مفتر مخزن جديد. يبقى احنا عايزين الرقم ده 100، واحنا طبعا الفورم 24 ده اللي هو برضك مخزن جديد. يبقى احنا عايزين رقم 100 ده يتحط في اي خانه هنا دلوقتي عشان نعملها حسابيه هتتعمل. يبقى احنا هنا هنستخدم حاجه اسمها دي لوك اب. فين دي لوك اب؟ هنا هو ده دي لوك اب، هنوقف عليه وهنكتب الدي لوك اب هنا. ده الكود بتاعها. طب الكود ده كده غلط، المفروض هنا يبقى كويري كام؟ 19. يبقى هنا الكويري 19، تمام كده. طيب ايه تاني؟ طب الخانة اللي جوه الكويري 19 هياخد كود طبعا، هنا لو دخلناها مش هنلاقيها، لا يبقى هناخد كلمة نمبر عشان نجيب لي رقم 100. يبقى ايه، هندخل كلمة نمبر عشان يجيب لي رقم 100. يبقى كده حقق لي اللي هو جاب لي رقم 100 دوت. دي هتبقى في عملية حسابية هتتعمل في الفترة الجاية، بحيث هنستخدم برضك دي ماكس، أعلى قيمة موجودة في حالة لو ده بتساوي 100 هيساوي 100، لو بتساوي
في عملية حسابية هنشوفها بعد كده يعني. ده بالنسبة لإنشاء مخزن جديد. التاني إيه؟ إنشاء مورد جديد. فين اللي يخص المورد؟ هو دوت. يبقى هنطبق نفس اللي احنا عملناه في 24، بس بدل ما تبقى اهو الأول نحفظ الكود ده. هنا إنشاء المورد هنطبقها في المورد بتكست بوكس هنا. بعد كده هنضيف، بس هتبقى كويري 23، أخد اللي هو رقم 150. 26 إنشاء عميل جديد. فين الخاص؟ تقريبا الخاص العميل اللي هو ده إدخال مستخدم، عايزين إدخال عميل اللي هو أخد 21، يبقى 26 يبقى نفس الشيء، بس هيبقى 21. أخد 10، 21 أهو عميل فعلا بتساوي 10. ده إنشاء عميل جديد. هنا تكوين الأصناف. تكوين الأصناف نفس الشيء. بس تكوين الأصناف دوت ممكن تقريبا تكوين الأصناف أو إدخال أصناف جديدة هتبقى واخدة اللي هو 20. دي لوكب بتساوي 20، بس الكويري 19 هتبقى 20. تكوين الأصناف أخد رقم 5. وآخر حاجة استخدام مستخدم جديد، زيها زي أدمى بس باختلاف بشروط أقل شوية أو تحكمات أقل شوية. الأدمن تقريبا 23، المستخدم المستخدم ده واخد 22. اتنين وعشرين انتوا شايفين اهو اخر رقم 6. دلوقتي اللي احنا هنعمل هنبدأ بقى بخطوة خطوة. نبدأ بإنشاء مخزن جديد. هنعمل الجدول الخاص بإنشاء المخزن، هيبقى عبارة عن 3 حاجات أساسية، اللي هو كود المخزن التلقائي وكود المخزن الحرفي واسم المخزن. ده أساسي 3 حاجات. بعد كده التسكين ده ملوش علاقة بالجدول بتاع المخازن، هيبقى حاجة تانية. يبقى احنا هنا هنعمل جدول، وأخد جدول رقم 17. احنا قلنا معلش نعيد تاني. كود المخزن التلقائي هيبقى نمبر طبعا. ايه تاني؟ كود المخزن الحرفي احتمال ممكن يكون تكست عادي، نخليها تكست. تاني، واسم المخزن ده طبعا 100% بيبقى تكست. بس هو ده الشغل بتاعنا الموجود. يبقى اخد تيبل 17. هنقول له في حالة لو كود لو الـ لو كود المخزن ده فاضي، ده مربع اللي هو لو تيبل 17 ده فاضي فارغ، هنساوي كود المخزن تلقائي. عكس حاجة غير كده هنستخدم حاجة اسمها دي ماكس، أعلى قيمة موجودة في تيبل 17. بعد ما عملنا دي لوك اب وجبنا رقم 100، احنا عايزين نعمل دي ماكس على تيبل 17 الخاص بإنشاء المخازن مخزن جديد، عشان نعرف إذا كان في مخازن قبل كده مضافة أم لا. يبقى احنا هنكرر نفس الكود ده بالظبط، بس هنا هتبقى دي ماكس.
تمام كده. بس هنا في تيبل 17 هناخد رقم فيلد 1 بس. فيلد 1 في تيبل 17. ايه ادي اورر؟ لا في مشكلة، مش فيلد 1، اعتقد فيلد 1 مكتوبة غلط تقريبا. مكتوبة غلط. هنا مديني فارغ. طب احنا لو كتبنا حاجة مثلا 5 مثلا، هيحس ان في داتا داخلة، وعشان كده كتب لي 5. تمام كده. احنا هنعمل بس معادلة بسيطة، في حالة لو دي ماكس ده فارغ هيديني، تخلي قيمة 100، تخلي قيمة 100. لو مش فارغ ما تدخل، يعني ايه، دخل لي اعلى قيمة موجودة في 100 زائد اعلى قيمة في ديك ماكس ديت، وبعد كده هنزود عليها 1. هنشوف كود بتاع لو المربع فارغ، لو المربع فارغ اهو ده الكود بتاعها، هنضيفها في 24 عند الفتح، اونلود عند الفتح. اونلود لو تكست اللي هو ده بتساوي نال فارغ، لو تكست 53 ده بتساوي نال يعني فارغ، هيبقى المربع اللي هو ده اللي هو تكست 14 بتساوي المربع التاني اللي هو دي لوكاب بتساوي تكست 51. إلس يعني عكس كده، يبقى الكلام ده بتساوي، الكلام ده بتساوي دي ماكس 53 بس زائد 1، بس زائد 1 بس، هو ده اللي احنا عايزين نعمله. بعد كده نعمل اند اف و اند سب. معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده لو مفيش داتا اصلا، مفيش مخزن خالص، كده هيضطر يكتب لي رقم 100. تمام كده. لو في مخزن اتضاف واخد 100، بعد كده هيكتب لي 101 وعدي لي زي ما انتم شايفين كده، ايه 101. هو ده القصد ب دي ماكس و دي لوكاب اللي احنا استخدمناها. احنا كده خلصنا بتاع انشاء مخزن جديد بالنسبه اللي يخص الكود التلقائي. عايزين يوضحك اللي احنا عملناه هنا، او اللي انت ما خدتش بالك في ازاي احنا عملناها، ياخد باله بقى في ايه، في 25 دي اللي هو ايه بتاع انشاء المورد. تمام كده. نفس الشيء هنعمل جدول تبقى تيبل 17 هيبقى تيبل 18، يبقى نمبر تكست تكست. خلاص كده اخد تيبل 18. احنا نفس الشيء برضو اللي احنا عملناه هنا اللي هو بتاع الدي ماكس، هناخده هو نفس المعادله، بس بدلا من لا هيرجع، بدلا من 17 هتبقى 18، تيبل 18. تيبل 18 بس هتاخد تيبل كام؟ 18.
بس كده. هنا واخد 64 وهنا 66، في نفس الشيء برضو. هنا كام؟ هنا 51 وهنا 53. ماشي، هناخد بس المعادلة بتاعة الاون لود وهنطبقها مع اختلاف قلنا هنا كام؟ هنا 64، هنا 66. اللود نفس الشيء، نفس الكلام، بس هنا 64 وهنا 66. هل 53 دي ثابتة؟ هنشوف. لا، تكست اه 64 دي ثابتة، يبقى 25 اه 53، يبقى 64 اه if is null اللي هو بتاع ماشي. في الداتا طيب، في الداتا خلاص يا سيدي، عارفين ايه في ده اللي هو يا سيدي ده دي ماكس كام؟ 66. هو لو فارغ نوت 66، هو لو فارغ يبقى أربعة، يبقى لو ده فارغ بس. هنا اخد رقم من 150، هي بس عايز شويه عملناها في المورد، هنكمله بقى ايه في 26 اللي هو بتاع العميل. هبقى هنضيف جدول جديد، هتبقى جدول تسعتاشر. يبقى نمبر تكست تكست بس كده، واخد تيبل 19. نفس الشيء دي ماكس برضو بتاعت دي ماكس دي، بس واخد جدول 19. ماشي، ومعلش عايزين نشوف ده كام وكام. 14، عايزين نطبق نفس الايه المورد 56، يبقى هنا 6. تعالى نشوف كده هنا اسمه كام، هنا اسمه ايه، هنا 14، يبقى انا لازم بدل كان اخليه 14. 14 مظبوط. طب هنا دي لوك اب 64، دي ماكس 66، دي لوك اب 64 بقى، دي هتساوي 64. دي هتساوي 66 بس كده، عشان نقدر ناخد الكود بالزي وبالظبط مع اختلاف حاجات بسيطة جدا يعني. لود
يبقى اخد 10، انشاء عميل جديد اخد رقم 10.